لكن لازم الأول أهني كل أبنائنا وبناتنا اللي حصلوا على الثانوية العامة واللي أعلنت نتيجتها النهاردة، كلهم ولادنا، مسلم مسيحي، إن شاء الله يكون إيه في النهاية، تعب حصد، طلع الأول، طلعت الأولى، واحد طلع الأول أبوه متوفي وأسرته غلبانة. كل الشكر والتقدير لكل أم ربت عيالها في غياب جوزها، سواء جوزها كان ميت أو شهيد أو وراء القضبان أو منفي. كل أم وقفت وربت عيالها وعلمتهم معنى التفوق تستحق مننا إن احنا نشكرها، ولو كنا في بلادنا النهاردة كنا زماننا وزعنا الهدايا وعملنا أشياء كتير، لأن دول أمهاتنا بيفكرونا بأمهاتنا. إزاي تعبت الأمهات دي علشان تربينا وتحافظ علينا، إزاي كانت بتخلق لنا القدوة والمثل. أنا عاوزاك تكون زي الدكتور فلان أو المهندس فلان أو الأستاذ فلان، النماذج عندها واضحة والطريق واضح، والطريق كان بيبدأ تقوم الصبح تشرب شاي بحليب توصلك المدرسة وتعمل لك سندوتشات تروح المدرسة وتيجي، تيجي تخش تنام أو تعمل الواجب. مفيش حاجة اسمها أم ما كانتش بتتابع الواجب مع عيالها، بتعرف تقرا ما تعرفش تقرا، المهم ان في واجب بيتعمل، خلي بالك يا حمزه، ها ده رحت المدرسه حضرت شنطتك يا ابني، ده كلام ده بقوله لك كده وانا ايه وانا فاكره كانها الان. فرحمه الله على امي وعلى كل ام يعني ربت وعلمت، وعلى كل اب طبعا، احنا بنذكر الامهات لان احنا ذكرنا حاله التلميذ اللي نجح وطلع الاول وابوه ميت وعايش في اسره فقيره جدا، والاسره الكويسه اللي ربت ولادها ونجحوا وتفوقوا برضو ليهم الشكر والتحيه ونحييهم. هو مش معنى ان هو غني ولا مبسوط لما يجي ينجح يقول له احنا موفرين لك كل السبل، ما في ناس عندها كل سبل النجاح وفاشله، في ناس عندها ما السيسي اهو انت شايف عنده كل سبل النجاح، بلد يا طولها يا عرضها يا تاريخها يا عمقها يا ملياراتك يا حلوياتك يا رزك وفاشل. فطبعا انا ما اعرفش الزملاء محضرين شويه صور نعرضها ونقول لهم مبروك ليكم يا أولادنا. نتمنى طبعا أنكم تكونوا بتخدموا، أدي واحد من القليوبية هو من شبين القناطر ومن أشمون، الله أكبر أشمون منوفية حبايبي، مبروك يا سليمي، مبروك يا نورين سلسل ليان برضو منوفية، وبعدين بقى وسيف من المنيا، كويس حاجة عدت ايه المنيا معدية حاجة حلوة خالص، وابو حمص بحيرة محمد سلامة مبروك يا محمد، والزهراء دي الزهراء دي الاولى كلهم عليها كلهم مش كده ولا ايه؟ الاولى مكرر من فقوس، وكرولوس مرشد ابراهيم من المنيا، منيا مطاي ومنيا ملاوي مبروك يا كرولوس، ورحمه اشرف محمد احمد من المنيا، الله ده المنيا هجمه قوي، اسيوط دخلنا في الصعيد، عمرو محمد عبد الراضي مبروك يا محمد، يوسف من سوهاج ايوه كده ايوه كده، الصعيد بدا يطل براسه من جديد. واحد قاهرة عمر عمار مبروك يا عمر، علم علوم طبعا. احمد علاء مسامح من الفيوم خط الصعيد تاني الجيزة. احمد شعبان عبد الحميد ده من القاهرة، وادي واحد من كفر شكر القلوبية طلت مبروك يا شريف، وادي ديفيد ميشيل شفيق اسكندس اسمه اسكندر مبروك يا ميشيل ديفيد، وندى عبده من القاهرة مبروك يا ندى، وادي ندى حسين برضو اتنين ندى كويس ما يضرش من بورسعيد، اهلا وسهلا بلد الابطال، اهلا بالابطال، دنيا هشام النجار من شرق مدينه نصر اهلا وسهلا، شيماء محمد جاد من الجيزه دقي اهلا وسهلا، ده كل ادب بقى، وادي القليوبيه رجعت تاني منه الله حسين صبيح مبروك اهلا وسهلا، وميرنا رفيق بولس مبروك يا ميرنا، مبروك يا ايريني، مبروك لي كل اللي نجحوا، وشوكة هو طبعا بيرجعوه تاني من الاول. طبعا النكته الظريفه ما تفكرش في كليات القمه، مش عارف الاستاذ وائل قد ايه كان كاتب كده، المهم انت تعرف انت عاوز ايه، ما بقاش في قمه ولا قاع، في ماذا تريد انت، ماذا تريد ان تصنع، كيف تصنع مستقبلك. وحد نكته امبارح بيقول لك البلد دي ما حدش فيها بيشتغل بالشهاده بتاعته، ده القطر دخل واشتغل مترو امبارح في الحادثه اللي الوحشه، يعني القطر كمان مش عاجبه ان يشتغل قطر، فقال لك لما اشتغل مترو بعد الظهر. طبعا الحادثه اللي حصلت ده غير حادثه المرج، ده غير حادثه مطروح، ربنا يسلم على البلد. انا مش